قطرات الندى تتساقط على الأشجار فتسر الناظرين، وقطرات العرق تتسابق لتغيير الواقع وإقامة حياة، وقطرات الدم تنهمر من جباهنا ثمناً وعنواناً للبقاء، وقطرات الدمع تمتلئ بها عيوننا وقلوبنا، ليست حزناً على من صعدت روحه إلى السماء، بل ألماً على من لم يبني على عطاء الشهداء. فكل قطرة لها ثمن في مسيرة البناء. يا مصريين، في ثمن كبير قوي الدفع عشان احنا كلنا نعيش. اقل ثمن ندفعه ان احنا نحافظ على اللي هم ضحوا من اجله، اللي هم شبابنا، زينة شباب مصر.